من مسافات قريبة تأخذ الاشتباكات في الجوف شكلا أكثر عنفا من ذي قبل، مع احتدام المواجهات بين قوات الجيش الوطني من جهة والميليشيا من جهة أخرى. هذه التلال الواقعة في صحراء الجوف وتحديدا في مديرية خب وشعف كانت شاهدة على العديد من المعارك التي تمكن خلالها الجيش من تنفيذ هجوم واسع على مواقع الميليشيا في منطقة الساقية المحادية لمديرية نهم في صنعاء. هجوم تمكن خلاله الجيش الوطني من السيطرة على العديد من المواقع هناك، ما أسفر عن قتل وجرح وأسر عدد من عناصر الميليشيا وعطاب آلية عسكرية تابعة لهم. يقول عسكريون إن هذا التقدم الميداني الجديد سيسهم في التقاء جبهتي الجوف ونه، ما يمهد الطريق للوصول إلى صنعاء. بموازاة ذلك، شن التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع ومستودع ذخائر للميليشيا في الجبهة ذاتها، ما أسفر عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا. وفي محاولة لتعويض خسارتها للعديد من المواقع هناك، شنت الميليشيا هجوما على مواقع الجيش في جبهة اليتمة وفق ما ذكره مصدر عسكري، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وتكثف الميليشيا من هجماتها على مواقع عديدة في الجوف في محاولة تسعى من خلالها لإيقاف تقدم الجيش الوطني ومنعه من الوصول نحو محافظتي الصعدة وصنعاء.